الدكتور كنت باغا نشوف معاك لو بوان ديال التغذيه والدور اللي كتلعب في الصحه النفسيه. كيفاش التغذيه كتقدر تامن لنا واحد الصحه نفسيه سليمه وتخلي لنا المراد ديالنا ديما مزيان وكتبعدنا شويه من القلق والتوتر خصوصا في هذه الظرفيه هذه الصعيبه؟ طبعا السؤال ديالك مهم اميمه، لان حنا تنقولوا بالفرنسيه لاف اي لا بول، شكون اللي سبق؟ واش 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 المشاكل النفسيه هما اللي تتاثر على الكيفيه كيفاش تناكلوا، ولا الكيفيه اللي تناكل هي اللي تتجعل باش يكون عندنا امراض نفسيه او اضطرابات نفسيه؟ فهذا طبعا عندنا حنا في الميدان ديالنا عندنا بزاف ديال الحالات فاش تنشوفوا بان التعامل الغذائي هو غير تيبين مشاكل نفسيه. الانسان اللي تياكل بزاف وبواحد السرعه او الانسان اللي تيقطع الماكله، فتنشوفوا بعد الاحيان، طبعا ماشي في جميع الاحيان، بعض الاحيان بان هادو تتعلق بمشاكل نفسيه، تتكون مشاكل عائليه او مشاكل شخصيه او بزاف ديال الظروف اللي ممكن تفسر الكيفيه ديال الاكل. انسان بحال دابا اللي تتشوف انسان اللي تيفيق مع جوج او ثلاثه الصباح وياكل لا كلاص او ياكل فهذا خصو ولا بدا يستشر مع الطبيب ديالو ونفهموا علاش، لان لا يعقل بان شي واحد يفوق مع جوج ولا ثلاثه الصباح بدا ياكل الشكلاط بكثره وما يمكنلوش يوقف، ولا بغى ياكل لا كلاص وتمشي حل الثلاجه ويهبط واللي لقاها تياكلها، حتى الحاجه اللي ماشي سخونه بارده لقى شي طرف دجاج في الثلاجه يمشي ياكلو. فهذا عنده تفسير بعض المرات مشاكل نفسيه اللي ملي تنعالجوها فالانسان تيرجع الاكل ديالو طبيعي. وكاين عاوتاني الانسان اللي بحال دابا تيكون فواحد كومون فادير فواحد اون سيتواسيون دو ستريس واللي تتجعلو بان تيبدا ما تياكلش في الوقت. بحال دابا تيقول لك اودي ما عنديش الوقت انا في الخدمه بين 12 و2، تياكل غير مع جوج دولار بالزربه واحد الساندويتش في البيرو ديالو ولا في شي بلاصه ولا تجري ولا تمشي، مسكين ما عندوش امكانيات تمشي لواحد المحلبه وتاخذ واحد طرد الخبز والفرماج ويشرب واحد كاس جاتي بالزربه ولا شي مواد اخرى بالزربه، وما تيخليش الجسم ديالو الوقت باش يهضم هذاك الاكل، ما تيخليش الجسم ديالو الوقت باش يستافد من هذوك المواد الغذائيه. فهذا تجعل بان الانسان اولا تيمشي جهه السمنه، ها لو سوربوا او لوبيزيتي، تيمشي لان الكومبورتمون اليمونتير ديالو غير سليم. ايوه. وثاني ناس اخرين اللي بحال دابا تي 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 تيجعلوا بان الاكل ديالو تيكون اكثر متركز على الدهنيات او السكريات السريعه. بحال دابا الانسان تيشوف مع الربعه والخمسه في العشيه ولا بدات في البيرو ديالو، تلقاو بزاف الناس في المجر ديال البيرو ديالهم تلقاو الشكلاط وتلقاو البسكوي وتلقاو بتي بان وتلقاو كرواسون وتلقاو مسائل اخرى. الانسان انا ملي تيحل تيكون خدام مع الربعه خمسه العشيه وتيكون عيان وتيحل بحال دابا المجرد كبير وياكل تفاحه او ياكل واحد الفواكه او يشرب واحد الكميه صغيره د عصير او يشرب كويس ديال اتاي او ياخذ واحد طرب الخبز مع شويه الفرماج، ما هذا سليم. ولكن باش الانسان ياخذ جوج ولا ثلاثه ديال البسكوي او ياخذ الشكلاط او يمشي ياكل حاجه اخرى، فهذا اولا تتبين بان تيحاول يحارب ستريس. علاش؟ لان السكريات السريعه عندهم واحد الدور نفساني سكون ابل لو سيركوي دو لا دوبامين، وهذا لو سيركوي دو بليزير. فالسكريات السريعه حتى هما تلعبوا واحد الدور اساسي، وهذا تبين علميا بان هذه السكريات السريعه الجسم ديالنا او نفسانيا تيطلب عنده واحد الرغبه كبيره ديال هاد السكريات السريعه اللي بحال غتقول بحال اسمح لي نستعمل هاد اللفظ بحال واحد الادمان. أيه. ادمان حنا ونابل سا لاديكسيون او سكر. دونك سي لو ميم برينسيپ اميمه، تتولي الانسان عنده واحد الادمان للسكريات وتيمكنلوش يحبس وتيبدا ياكل الحلويات ويبدا ياكل السكريات السريعه. فهذا عنده علاقه طبعا بواحد الجانب نفسي اللي تيمكن له يتعالج الى اتصلتي بالطبيب ديالك وسمعتي النصائح ديالك.